مساء السبت كان مختلفا هنا في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، حيث أضيئت عند تمام الساعة السادسة باللون البرتقالي في إشارة إلى لون الأمل. يهدف القائمون على هذه الفعالية القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، وذلك ضمن حملة بكفي التي ينظمها الاتحاد الأوروبي. هذه الليلة نحن في بيت لحم للاحتفال باليوم العالمي لإنهاء العنف ضد النساء، وهو يوم مخصص لزيادة الوعي حول مشكلة العنف ضد النساء. فالنساء عرضة للتعنيف على المستوى الاجتماعي، كما أنهن عرضة للتعنيف من نواحٍ سياسية. كنيسة المهد، كنيسة الرحمة، كنيسة المحبة، كانت المبادرة أن تضيء كنيسة المهد باللون البرتقالي للتحدث ولفت النظر أن ظاهرة العنف ضد المرأة مرفوضة من جهة. واحد. اللون البرتقالي أضاء أيضا دوار المنارة وسط مدينة رام الله تضامنا مع المرأة واستنكارا لأي حالة عنف ضدها. في هذا اليوم أيضا رام الله تشارك العالم لتقول كلمتها في موضوع العنف ضد المرأة، وأن هذه الظاهرة التي نبغضها جميعا، وهذه الظاهرة التي تعتبر من الظواهر السيئة ومن الظواهر المعيبة في المجتمعات العالمية. مسكنا هذا اليوم وحاولنا نساعد فيه ونكون متواجدين فيه حتى ندعم تواجد المرأة نفسها داخل المجتمع الفلسطيني. اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يحييه العالم في 25 من تشرين الثاني من كل عام، ودعت الأمم المتحدة إلى استخدام اللون البرتقالي فيه تعبيرا عن مستقبل أكثر إشراقا للمرأة، كما حدث في المدن الفلسطينية الثلاث بيت لحم ورام الله والخليل. جهاد قاسم، تلفزيون وطن، مدينة رام الله.